يلا امي يلا خلصينا، شو القصة؟ ما حنخلص اخذ اوراق؟ لسه هو بيعتذر وانت بتعاتبي، هو بيعتذر وانت بتعاتبي، فهمينا شو الموضوع؟ ليش هالاجتماع اللي فوق العادة؟ شفتوا شلون؟ ضيعتوا الوقت. ايه مرت عمي، نحن جاهزين، مريت انا وجاي لعند النجار، قلت له جهز لي اوضه النوم بدنا نقولها. شوفي سمو، ما في شيء، هذا احمد بموتك فرحان، ما في شيء، خلص بسيطه يا احمد. وشفت تبع الكراسي، قلت له لا تسكر على بكير اليوم، راجع لعندك، بيبقى تبع المحلاي، مو مشكله بكره. وليش خطفت الكبايه من راس المعون انت؟ وركضت دغري تطبق لي فلان وعلتان تبع الكراسي وتبع الخزانه، معليش مستعجل. لكن شو مرت عمي؟ لكن شو سمار؟ 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 لا تكمل، لا تكمل، انا بدي اياكم مشان شغله مختلفه كثير. لا يكون؟ لا مو لا يكون. يعني حتسلمي البيت؟ كمان مو هيك. امي لكن شو؟ لك أريدة تقرضكم، لك شو صار لكم؟ جايتكم بالحكي، استنوا علي شوي، انتوا بتعرفوا انه حالتنا كل ما عم تدي وكل ما لورا، وانت احمد اللي عم تاخده لساته يا دوب يكفي مصروفك. انت سمر على وش جواز لك بنتي، حتى هالقرشين اللي عم تعطيني اياهم بس تتجوزي رح يرتدوا لك، يعني انت بدك تصيري بحاجة للقرشين. بنتي صرتي على وش جواز انت، هي مالنا فيها، بنتركها على جنب. معاش ابوكم الله يرحمه حق خبز ما بيكفي. حاولت انا، حاولت بكل الطرق اني لاقي شيء قرشين يرتدوا لي لحتى ادبر حالي، ما في طريقه، هلكت ما توفقت. لا التأجير مشي حاله وغالب السمكري لهط لي هالقرشين اللي مصمصمتهم، وافتكرت حالي اني نفدت منه بقرشين وحاولت اعمل فيهم شيء، لكن شفتوا بعينكم طاروا وحطينا فوقهم، والله ستر ما رحت على حبوس. وشغلتي بطلتي حصرتي، صار في دكاترة ومستشفيات وعلى قولة عوض لولادي بالبيني وأحسن. يعني ونهايتها جامعتينا لحتى تقولي لنا هالديباجة؟ لا تقاطعني، جايتكم بالحكي. تعرفوا أبو مستو الحاصباني؟ كمان جاي يخطبي؟ سكوت بلا قلة أدب، الرجال مصوفين، روحوا عم تستنى يوم الجمعة. لكان شو بو؟ بده يترك المخترة وصحته مو مساعدته، ومسكين صار كل عشرة ايام ليقوم من تخته، فهمتوا؟ ومصالح العالم عم تتعطل. ايه وهي شغله المختار ابني احمد، كسيبه ما بدرس مال، ختم اسطمبه وفيها خدمه لهالعالم. والمعنى نحن شو دخلنا؟ شلون شو دخلنا؟ مختار الحاره لازم يكون واحد معروف من اهل الحاره، ساكن بالحاره وما بيطلع منها وما له اشغال تانية، يعني مين ما احتاجه بأي وقت بيلاقيه. شو الظاهر حدا مكلفك تعملي له شي دعايه؟ تقريبا. مين؟ ابو وصفي؟ لا مو ابو وصفي. لكن مين امي؟ انا. انتي؟